روعة. أنتو خمس بنات، ثلاثة مزوجين واثنين عزابيات، أنت منهم. مع مين عايشة اليوم؟ عايشة مع بابا وماما وأختي، عايشين بقلب البيت يعني. كيف وضعهم الوالد والوالدة؟ هلا بابا صحي رواء، ما في شيء يعني، منيح الحمد لله، بس في الذاكرة شوي تعبانة. وماما صحتها كمان منيحة، بس كمان في عندها يعني شيء هيك بيأثر على الحركة. الوالد مصاب بالألزهايمر؟ ايه صحيح. قد ايه صار له؟ كم سنة؟ صار له تقريبا شيء 6 سنين 7 سنين. لأي مرحلة هو؟ أنا عم بسألك لأنه أنا ماما كانت مصابة وأنا فقدتها يعني، فبعرف تماما يعني المراحل الصعبة. صحيح. هو مرض المحيط على كل حال أكثر. ايه تماما يعني. هو بأي مرحلة أستاذ هاني السعدي اليوم؟ يعني هلا بأي مرحلة ما بعرف، بس بحس يعني أوقات فوت لعنده بيعرفني، أوقات ما بيعرفني، أو يعني ماما الوحيدة اللي لحد الآن ولا مرة خربط فيها، أما العائلة مو دائما بيعرفها، ويعني بتروح وبتجي. ما بشوف شو قولك إنه بيك اللي بتحبيه قد الدنيا، مثلك الأعلى بالحياة، أحيانا ما بيعرفك. هلا الله يعافيه، بداية القصة كان في كتير وجع يعني، بس بعدين مع الأيام تتأقلمي يعني، مو هي حال الدنيا، وممكن كلنا نمر بهذا الظرف. تزعلي أكيد، يعني هو نحن عايشين كلنا سوا، بس البيت مفصول نصين. نعم. مكان لبابا ومكان لماما. بزعل أكيد أكيد، وخصوصي وقت يكون إنه العالم بترجع بتذكرك يعني، وقت بتشوفك إنه الأستاذ هاني وكذا، فبتنزعجي، بس بتقولي إنه ما بعرف الله يعافي يعني، ما فيني أقول شيء. بتعرفي كثير مهم لما يكون معنا مريض مصاب بالالزهايمر نذكره بانجازاته، ما نساله. كثير مهم ما نساله، لانه ما حيعرف يجاوب، وهذا الشيء كثير بيوجعه، ولكن ذكره انه انت كنت هيك، انت بتقعدي معه بتخبريه؟ اي طبعا طبعا، وكثير في عالم بتقلي وصلي سلام لابوكي، فبقعد بقول له مثلا بيوصل لك سلام هذا الشخص، بتتذكره بابا حسب، اوقات بيقول لي ايه بتذكره وكان رفيقي وكذا، واوقات بيقول لي مين ما عرفته. ايه يعني بتحسيهم بيرجعوا شوي لوقت قديم كثير، يعني هو راجع لمكان لمكان وقت كان استاذ استاذ عربي. ايه يعني شوي مرحله التمثيل غايبه عنه، صعبه الكتابه. ايه طبعا صعبه طبعا صعبه. وصفي لي هالمرض تأثيره عليك روعة. هلا أول شيء ما كنت فهمانته أنا بصراحة، يعني أنا ما أستوعب إنه كيف الإنسان ممكن ينسى أو ما يتذكر. أو وجعني بوقتها، وخصوصي وقت يعني الأب إجباري، في له حضور، له كثير شغلات، فوقت صارت زعلت وبكيت وتأثرت أكيد، بس بما انه صار مارق وقت منيح قدرت اتاقلم مع هذا الموضوع يعني. صرنا نعرف نتعامل معه اكثر.